أيها الإخوة الكرام، عنوان خطبة اليوم دعاء الملائكة، والحديث له مسيس العلاقة بعقيدتنا، ذاك أنكم تعلمون أن أركان الإيمان ستة، منها الإيمان بالملائكة. والإيمان هنا شيء غيبي، الغيب ما غاب عنك، الشهادة ما شهدته. نحن لم نرى الملائكة، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بهم في الجنة إن شاء الله، لكننا آمنا بوجود الملائكة من خلال الخبر الصادق الذي وصل إلينا أن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن طريق القرآن الكريم، عن طريق الوحي الصادق، أن هناك مخلوقات تسمى ملائكة. هؤلاء الملائكة مخلوقات نورانية لا تتصف لا بالذكورة ولا بالأنوثة. يجوز أن نقول هذه ملائكة، ويجوز أن نقول هذا ملائكة بالمناسبة، ولو كانت الكلمة تنتهي بتاء التأنيث، لأن الملائكة مخلوقات نورانية لا تتصف لا بالذكورة ولا بالأنوثة. فطروا على طاعة الله كما في القرآن الكريم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عددهم لا حصر لهم، قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ما هو المطلوب منا نحن المؤمنين، نحن المسلمين؟ أن نؤمن بمن؟ أن نؤمن بهم بالعموم، لكن أن نؤمن بالخصوص بأمين الملائكة، برئيس الملائكة جبريل، وبإسرافيل، وبميكائيل، ويسمى ملك الموت. هناك خطأ شائع وسائر وسائد في دنيا الناس، يسمون ملك الموت عزرائيل، لم يرد هذا، هذه تسمية الناس، اسمه الذي ورد ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. المهم، ما أريده من خلال الخطبة بشكل سريع دعاء الملائكة. الملائكة دعوتهم مستجابة، لهم وظائف كثيرة، وليس المجال مجالا لذكرها، والأدلة كلها من القرآن الكريم. قال تعالى عن دعاء الملائكة: ويستغفرون لمن في الأرض، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إذن الملائكة تدعو. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الملائكة الدعاء أو الاستغفار، أو الدعاء والاستغفار. المهم، ما أريد أن أربطه بواقعنا، باعتبارنا مؤمنين، وباعتبارنا نؤمن أن هناك مخلوقات تسمى ملائكة، حضور هؤلاء المخلوقات كان في أماكن محدودة، وكانت دعوتهم مستجابة لنا في أماكن محددة. أريد أن أسقطها على واقعنا. من المواقف التي تدعو الملائكة فيها لنا: إذا ساعد بعضنا بعضا في كل يوم يصبح ملكان يقول اللهم. هذا من دعاء الملائكة، يعني حتى يكون هناك يعني علاقة بالواقع. اللهم أعطي منفقا خلفه، يعني يا رب عوض على من أنفق في سبيلك، ليس رياء، ليس المحسن الصغير الكبير كذا، لا لا، ابتغاء وجه الله. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ابتغاء وجه الله، الذين ينفقون أموالهم ابتغاء وجه الله، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، إلى آخر الآية. إذن من أعمال الملائكة أو من دعاء الملائكة: اللهم أعطي كل منفق خلفه، وأعطي كل ممسك تلفه. البخيل، الشحيح، سيء الظن بالله عز وجل وأنتم كرامة، الملائكة تدعو عليه: أعطيه تلفه، لا بركة لهذا المال. وأعطي المنفق الخلف، ولو أنفق قليلا يبارك الله في هذا القليل حتى يجلل حياته. هذه من دعاء الملائكة. طيب، ما هو المقصود من الكلام؟ المقصود لا أقول فلان يدعو لي، لا، المقصود أن أدخل في الساحة وفي الأعمال
التي أستحق فيها فضل الله عز وجل بأن يلهم الملائكة أن تدعو لي أن أكون كريما، أن أكون جوادا؟ وكل واحد منا أيها الإخوة الكرام يستطيع. لا أحد يقول أنا لا علاقة لي بالموضوع، لا أبدا. وذكرت لكم أكثر من مرة قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا الحديث لمن كان يملك تمرة، أما اللي عنده الملايين مو ينفق تمرة؟ لا ينفق. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. إذن من استحق دعوة الملائكة ودعاء الملائكة من؟ أولئك الكرام، أولئك المنفقون، أولئك الذين أحسنوا الظن بالله عز وجل. فأحسنوا الظن بربكم. إذا أردت عافية من مرض بعد الأخذ بالأسباب وأخذ الأدوية والذهاب إلى الطبيب، داووا مرضاكم بالصدقة. إذا أردت محبة وسلاما في بيتك مع زوجك مع أولادك مع بناتك مع عمالك، أنفق في سبيل الله. إذا أردت سكينة في نفسك ومغفرة لتقصير قد يصيبك، لأن الغفلة تصيب الصالحين، قد يصيب الإنسان غفلة الصالحين، هذا أمر وارد. فالصدقة بعد يعني أن يقع الإنسان في خطأ، سبحان الله، تسكب الطمأنينة في قلب الإنسان. إذا من الأعمال التي يستحق بها دعاء الملائكة النفق، الإنفاق في سبيل الله في وجوه الخير. ثانيا قال: عيادة المريض. الملائكة تجدها وأنت تعود مريضا. وهذه بالمناسبة كل الدعوات، طبعا هناك بحث طويل، كلها تدخل في ماذا؟ لا تتعلق بعلاقتك مع الله فقط. أغلب الأحاديث وأغلب الآيات تتعلق بعلاقتك هنا بالناس. يعني لاحظوا الإنفاق، هذا قضية تتعلق بالناس بالخلق. قضية زيارة مريض، أنت تعود مريضا تجد الملائكة عنده يستغفرون لك. من عاد مريضا في رواية فهو في رياض الجنة حتى يرجع. لكن إذا كان المريض بينك وبينه مصلحة، ما شاء الله، الرسائل والورود والاهتمام والاتصالات وكذا، خاصة إذا كان ذا منصب. أما إذا كان المريض فقيرا، قد يكون موظفا يعني مغمورا لا يعرفه أحد، يعني لا يتصل به أحد، ومن أجل ذر الرماد بالعيون أرسل فلان يطمئن عليه. هذه المواضعات الاجتماعية والنفاق الاجتماعي الذي يرتبط بالمصالح لا علاقة لنا به. أتحدث عن الإيمان بالله، بالله واليوم الآخر. أنت تعود مريضا ابتغاء وجه الله. مرضت فلم تعدني يا رب، وكيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدتني عنده، لوجدت رحمتي وعنايتي ورعايتي عنده. إذن من الأمور التي يستحق بها الإنسان دعاء الملائكة أن نعود المريض. وما ينبغي أن نربط هذه القضايا بمصالح اجتماعية. أعيد، يعني أيها الإخوة الكرام، مثلا يقول فلان الآن خرج من المشفى، لا حول ولا قوة، كانت فرصة ذهبية حتى نظهر ولاءنا واهتمامنا بفلان. فلان طبعا أقصد بفلان صاحب المنزلة. أما إذا كان هذا الفلان من أصحاب البسطاء، قد يدخل المشفى ويخرج كذا ولا يلتفت إليه أحد إلا المخلصون الذين يبتغون وجه الله عز وجل. وأنا أعرف أحد أكابر العلماء عليه رحمة الله كان يوجه تلاميذه، يقول لهم: يا بني لا بد أن تزوروا المشفى والحديقة والمكتبة والسجون في السنة، في الشهر، في الأسبوع، على حسب استطاعتكم مرة. لأن في كل زيارة لهذه الأمور لها أثر، لها دلالة. زيارة المرضى حتى تعرف فضل الله عز وجل عليك بالعافية. أيها الإخوة الأكارم، الآن لو الإنسان عنده ملايين وأصيب بزكام، يعني حتى الصلاة ما في هناء، حتى الطعام مرض. ما أوتي المؤمن بعد الإيمان أفضل من العافية. فعندما مثلا تريد أن تستحق دعاء الملائكة، عد مريضا ابتغاء وجه الله، ليس من أجل مواضعات اجتماعية. ثالثا من الأمور التي يعني ينبغي علينا أن نحرص عليها، وكلها لاحظوا تتعلق بالقضايا الاجتماعية بالخلق، أن تدعو لأخيك. دعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب لا يرد، وهناك ملك موكل يقول ولك بمثل ذلك. لاحظوا، فكلنا أصحاب مصلحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح:
احرص على ما ينفعك، أليس كذلك؟ نفعنا، نفعنا أن يستجيب الله دعاءنا. فإذا كنت ذا حاجة وتظن بنفسك يعني أنك لست أهلا للدعاء بسبب الذنوب وبسبب كذا، وكلنا ذاك الرجل، اطلب من الله عز وجل مثلا أن يفرج عن فلان في ظهر الغيب. الملائكة تقول لك كما في الصحيح ولك بمثل ذلك، فهي دعوة مستجابة، دعوة من الملائكة تدعو لك، الملائكة تدعو لك. أيضا من الأمور التي يمكن أن نستحق بها شرف دعاء الملائكة أن نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة يوم الجمعة، هذه اليوم المبارك الذي جاء في الحديث الحسن: أكثروا علي من الصلاة في الليلة الغراء، يعني ليلة الجمعة، واليوم الأزهر، يعني يوم الجمعة. حتى أن هناك عادة لطيفة جميلة، قبل أكثر من 100 عام في دمشق، في يوم الجمعة عندهم مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما أروع كثرة الصلاة على سيدنا رسول الله، والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه فيها خير عظيم. جربوها، ولا والله لا يجرب، لكن من باب أن العسل وأن حلاوة العسل لا تدرك إلا إن أكرمت بالتذوق، فمهما حدثتكم عن حلاوة العسل لا بد أن تتذوقوا حلاوة العسل، فتذوقوا حلاوة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خاصة يوم الجمعة، خاصة قبل غروب الشمس. يعني الشمس الآن تغرب، لنقل رقما صحيحا، الساعة 7 مثلا، لو جلست الساعة 7 إلا ربعا، لو جلست الساعة 6:30 سبحان الله وجلست تصلي على سيدنا رسول الله قبل أن تنام، سبحان الله تشعر براحة. عندك هم، كلنا أصحاب هموم وعندنا مشاكل، حتى قالت العرب: الحصى، الحصى لا تسلم من الهم. ومع ذلك كما جاء في الحديث: يا رسول الله، أجعل يومي كله صلاة عليك؟ قال: إذن تكفى همك وتقضى حاجتك، الله عز وجل يقضي حاجتك. فلنحرص على كثرة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا الحديث ذو شؤون وشجون، لكن أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا في تلك النسبة المكرمة التي استحقت دعاء الملائكة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء، السادة الحنفاء، ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وأعتذر عن درس الجمعة لارتباطي بموعد إن شاء الله تعالى، لكن قبل أن أبدأ بالدعاء، هناك أيها الإخوة الأكارم مواقف كثيرة فيها دعاء الملائكة، منها أن نحرص على صلاة الجماعة. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، قالوا: يا رسول الله، والثاني؟ قال: والثاني. كلها دعوات، لا أريد أن أدخل في الحكم العقلي، لأنها قضايا رمزية إيمانية. نحن نؤمن، أول صفات أهل الإيمان أيها الإخوة، صفاتكم ما هي؟ ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفات المتقين، من المتقون يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب. فنحن نؤمن يقينا جازما أن الملائكة تحضر الصلاة، وأن الملائكة تستغفر للذين يحضرون الأماكن التي حددها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول هذه الكلمة لماذا؟ لأن البعض أخذ يجادل، يقول يريد أن يسقط الاستدلال العقلي ويعني الاستقراء المنطقي على الوحي. الوحي لا يمكن الإيمان به إلا من خلال الخبر الصادق فقط، لأن في هذا تشويها وبلبلة على الناس. توجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم، سلوا ربكم حوائجكم،
إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، واجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم أعط كل واحد منا سؤله، واقض لكل واحد منا حاجته، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا كاشف المهمات، يا شافي الأمراض. نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تخرجنا من هذا المسجد إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقضيت حاجاتنا وبلغتنا مما يرضيك آمالنا. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد العالمين. وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن راشد لما فيه خير البلاد والعباد. نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم اشف وعافي جميع مرضى العالمين، ارفعهم إلى العافية وامسح عليهم بيمينك الشافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.